ليس هناك ما هو أجمل من عودة الطفل إلى حضن أمه بعد غياب طويل. بالألوان والموسيقى والتنين المتراقص على أنغامها، يستعد الصينيون للاحتفال بالذكرى 25 لعودة مقاطعة هونغ كونغ إلى الوطن الأم. وكأن تنينا نفث ناره على هذه الغابة الواقعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. النيران التهمت مساحات واسعة من الأراضي قاربت 135 فدانا. معالم الحر تبدو واضحة هنا في منطقة الجبايش جنوب العراق. انخفاض منسوب المياه في مستنقعاتها الواقعة على نهر الفرات إلى أرقام قياسية. كان الماء قبل تطلع من الصفحة تغطي المعونة وتشرب ماء. هسه لا والله مرينا بأيام كلش متعبة. الأمر متعب أيضا بالنسبة للحيوانات هنا في روما، لكن القائمين على الحديقة وجدوا الحل. إنها المثلجات، أطعمة مثلجة تقدم إلى هذه الحيوانات التي تبدو سعيدة بها. وللتغلب على التحديات على المرء أن يكون صاحب إرادة قوية، تماما كإيمان حجاب صاحبة لقب أقوى امرأة عربية. أنا أحافظ على نفسي كواحدة ست، وفي نفس الوقت ماشية في بطولاتي، وفي عضلات في مسلز، بس بحافظ عليها كشكل كقوة. إيمان البالغة من العمر 42 عاما لا تكتفي أبدا، هي اليوم تطمح إلى الفوز بلقب أقوى امرأة في العالم، لعلها تكافأ على مجهودها بتحقيق اللقب.